كجنريتور. فانا هعمل نول تيست اوف دي سي سيبريتلي اكسايتد جنريتور. جنريتور يبقى انا بدي الماشين بتاعتي حركه وبديها فيض ويديني كهرباء. ويديني كهرباء، لان الماشين اي ماشين في الدنيا بتشتغل بمبدا قانون فاراداي. فاراداي بيقول لك لو انت عندك موصل وعندك فيض وفي حركه نسبيه يبقى هيتولد تيار. اديت حركه مع فيض هيديك جهد، يبقى كده جنريتور. اديت تيار، عليكم السلام، تيار مع جهد، تيار مع فيض، يبقى يديك حركه، يبقى يشتغل كموتور. احنا هنا هنشتغله كجنريتور. طيب الهدف من التجربه دي ان انت ترسم النورو كاركترستيك. عايزين الشيت؟ مش معلمتش اصلا؟ بس هو الهدف من التجربه ان انت تدرس او تجيب تحصل على الماجنتايزيشن كيرف بتاع الدي سي ماشين بتاعتك عند كذا سرعه، عند كذا سرعه. طيب المفروض ان احنا هنرسم الدايره بتاعتك اللي هي السبريت الاكسايتد الارميتشر. ادي الارميتشر، هنعمل السبريت الاكسايتد المقاومه بتاعت الارميتشر، وادي الطرفين موجب. طبعا انا مش هدخل جهد بقى هنا، ما ينفعش ادخل جهد، لان جنريتور هنا ملفات الفيلد. خلاص هنا ملفات الفيلد سيبريتلي. الفيلد دايما هيخش دايما سواء موتور او جنريتور كده كده لازم يخش له جهد، لازم يخش له جهد. موجب سالب في فيلد هيمشي تيار اي فيلد هنا عشان يعمل ماشين فيت جوه الماشين. طبعا نو لود، يبقى اللي خارج هنا طبعا دي الارميتشر بتولد عليها موجب سالب باك اي ام اف، اي بنسميها الباك اي ام اف اي نوت او اي اي. دي الباك اي ام اف، القوه دفع مستحسه اللي بتتولد جوه الارميتشر. حاجه مثلا بس شوف السيركت بتاع الورقه هتسلمه؟ لا استلمه. سكشن كام؟ 7. دور هنا، هنا الباك اي ام اف اتولد ودي مقاومه الارميتشر. طيب وهنعمل، هنحط هنا نو لود، مش هحط حمل كهربي بقى، هسيبه نو لود اوبن سيركت. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ هبدا انا احط اميتر هنا يقيس للتيار اي اف، ونحط فولتميتر توازي مع الجنريتور يقيس الجهد اللي خارج على الجنريتور. انا عايز ارسم علاقه بين التيار اي اف اللي هو مسؤول عن الفيض والنو لود فولتج اللي بتولد على الماشين بتاعتك او الجنريتور بتاعك. وبناخد القرايات دي مره وانا بعمل انكريزنج اي اف مع الاي نوت اللي هو النورود فولتج. انكريزنج يعني ايه؟ يعني بزود التيار سنه سنه عن طريق ان انا ازود البكره او الجهد الداخل هنا، مش كده؟ الجهد ده هيجي منين؟ هيجي من الدي سي سبلاي. الدي سي سبلاي هنا موجب وهنا سالب، الموجب هيخش هنا والسالب هيخش هنا، وعندي هنا بكره. البكره دي هبدا انا ازود سنه سنه في الجهد اللي داخل هنا، يبقى هيزود التيار. واروح انا الاحظ اشوف الجهد اللي هنا هيبقى عامل ازاي، واخد تيار مع جهد، واخد تيار مع جهد، واخد تيار مع جهد وانا مزود. ده كده اسمه انكريزنج. بس خلي بالك ان الشافت بتاعت الارميتشر، الشافت بتاعت الارميتشر لازم انا اديله حركه، لان هو جنريت، فلازم انا ادي حركه للماشين بتاعتي. بندي لها حركه في المعمل عن طريق برايم موفر. برايم موفر اللي هو بيبقى دي سي موتور برضه، يعني دي سي موتور بيحرك الماشين بتاعتي. اي حاجه بتتحرك يحركها لي باي سرعه ان، يبقى انا معايا حركه، معايا فيض هيتولد هنا جهد. وابدا اعمل جدول بين الاي اف والاي والجهد اللي هنا في حاله الانكريزنج، في حاله التيار بيزيد. واروح انا راسم كيرف، ارسم كيرف ما بين الاي اف على المحور الافقي والاي نوت اللي هو النولد فولتج على المحور الراسي. هنلاحظ ان هو هيبدا من الزيرو ويتحرك سنه سنه كده لينير، بعد كده يقل شويه، مقدار الزياده يبدا يقل، وبعد كده يخش مرحله الساتوريشن، تشبع، لان الفيض هيحصل له ساتوريشن. طيب ده كده في حاله الانكريزنج وانا بزود الاي اف. نفس التجربه هعملها بس هعكس، هسيب التجربه زي ما هي شغاله وهبدا اقلل، اعكس اتجاه البكره واقلل الاي اف، واقيس اي اف برضه مع الاي نوت الفولتميتر بس في حاله الديكريزنج،
وانا بقلل ارجع اقلل التيار. يعني مثلا انا وصلت من 1 من 10 امبير 2 من 10 امبير لحد مثلا 1 امبير على حسب الريتد بتاع الماشين. ابدا ارجع تاني من 1 امبير بقى وانا راجع لحد الصفر، واخد برضو تيار مع اي تيار مع اي تيار مع اي. طبعا انا متوقع هنا افضل ازود 1 امبير لحد ما تقريبا يوصل 200 فولت اللي هو الريتد بتاعت الماشين بتاعتك ان النوت. تمام، وصلت للنقطه دي على الكيرف هبدا اعمل ديكريزنج. هلاحظ ان الكيرف مش هيرجع على الكيرف الاصلي، نفس الكيرف هيرجع على كيرف تاني كده فوق شويه بالشكل ده لحد ما اوصل للصفر. هيوصل مش هيوصل لزيرو، هيوصل للنقطه هنا. يبقى ده كده في حاله الديكريزنج. النقطه دي بقى الجهد ده كده ده اسمه الريزيدوال. عليكم السلام. الريزيدوال فولتج ده الجهد اللي هو الريزيدوال نتيجه الريزيدوال فلكس الفيد المتبقي. انا لما اعمل انكريزنج وارجع تاني هيتبقى شويه فيد جوه الماشين هتعمل لي ريزيدوال فلكس. ايه السبب ان الكيرف ما رجعش على نفس الخط وانا بعمل انكريزنج؟ السبب بتاع الحته دي نتيجه الهاي ستريسز لوسز ان كور. الهاي ستريسز لوسز والايدي كارنت اللي موجوده في القلب الحديد، مش كده؟ كل ما الماده تكون سوفت مور سوفت كل ما المساحه هتقل، المساحه بين الكيرفين هتقل. هتسلم مش ماشي ده كمان؟ دلوقتي اسمك؟ احمد مكتوب الاثنين. المساحه دي المساحه الاريا دي بتتناسب مع الهاي ستريسز لوسز. كل ما الهاي ستريس لوسز بتزيد او الايدي كارنت لوسز بيزيد كل ما المساحه دي هتزيد، وكل ما تقل المساحه كل ما يكون افضل. ده بيعتمد على السوفت نس بتاعه الماده او القلب الحديدي بتاعك. مور سوفت، لو مور سوفت ناعم يعني يبقى المساحه هتقل واللوسز هتقل. مش عارف جه بس مش عارف مش لا مكتبه هنا. كل ما المساحه هتقل كل ما يكون افضل. يعني لو الماده رف خشنه يبقى المساحه دي هتزيد واللوسز اللايسنس هتزيد. تمام كده؟ يبقى ده السبب ان هو ما بيرجعش على نفس الكيرف بتاعي. تمام؟ طبعا في السبايت الاكسايتد دي سي جنريتور دايما ما فيش حاجه اسمها فيلر يحصل في البيلد اب. يعني في حاجه اسمها فيلر في البيلد اب بتاعت الماشين، ده لسه هنشوفه على الشنط. استحاله الفيلر يحصل في الدي سي سيبريتلي. ليه استحاله يحصل؟ لان انا اللي بتحكم في الاي اف براحتي، الفيلد كارنت لوحده والارمتشر لوحده، فانا اللي انا اللي بدخل اي اف زي ما انا عايز، وانا اللي بقدر اتحكم في الاي اف، فاستحاله ما يحصلش بيلد اب، لازم يحصل بيلد اب والماشين تشتغل. ماشي كده؟ تمام. طبعا ده الكيرف اللي احنا المفروض نرسمه، ودي الوايرنج دايجرام. خليك مع الرسمه دي وخلاص، ارسم زي الرسمه دي. وطبعا لما تيجي توصل الاجهزه اللي انت هتستخدمها بتستخدم فاريبل دي سي سبلاي اللي هو المصدر بتاعك، وبيستخدم 1 فولت ميتر عشان يقيس لك الجهد اللي خارج على الجنريتور، وبيستخدم 1 اميتر عشان يقيس لك الاي اف اللي ماشي في الفيلد، وبتستخدم تاكو ميتر ده بيقيس السرعه. يعني التجربه عايزين نعملها عند كذا سرعه، المفروض نعمل التجربه عند كذا سرعه تو جيت ماجنتايزنج كيرف ات ديفرنت سبيد. هنقول دلوقتي ازاي. يبقى بستخدم تاكو ميتر عشان اقيس السرعه، ودي الرسمه ودي الرسمه بتاعتها. السيركت بتاعتنا ممكن ناخدها؟ اه سيكشن 1 و2 مع الباشمهندس هنا. تمام كده؟ تمام. كنت عايز اقول ايه تاني؟ طيب بالنسبه للتوصيل برضو الفولتميتر برضو هيتوصل عادي. انت هتاخد الفولتميتر وتفيض وتحطهم توازي مع الارمتشر اللي هو هنا. تحطهم توازي مع الارمتشر، يعني انت هتجيب فولتميتر تحطه توازي هنا بواسطتين. تمام؟ والمفروض ان انت بتوصل الاول الدايره وتوصل الاجهزه في الاخر. فانت هتاخد الدي سي سبلاي اللي هنا ماشي، الموجه المستلم دي السبلاي اللي هنا هتوصلهم على الطرفين بتوع الفيلد هنا. تاخد سلكه من الموجب هتوصلها على سلك على هنا، وسلكه من السلك بتاع السبلاي توصله هنا. تيجي بقى اما تيجي توصل الاميتر هتقطع فين؟ هتحصل لها سلكه واحده. هتقطع فين؟ اما تقطع من السبلاي من الموجب دي، او تقطع من هنا من عند الفيلد. هي لو انت حبيت تقطع من هنا ماشي، اقطع من هنا كده روح على الامبير في الاميتر وارجع من الكومن بالوصله لنفس النقطه اللي انت قطعت منها. هي نفس الفكره اللي احنا قلنا عليها قبل كده. حته ان انت تستخدم التجربه الثانيه عند كذا سرعه دي بس عشان انت عايزين نثبت ان الباك اي ام اف بتاعت الماشين عباره عن بي في الفاي في الان في الزد على 60 في الاي. ده قانون انت خدته في الدي سي ماشين.
ده قانون انت خدته في الدي سي ماشين. بي اللي هو نمبر اوف بولز، عدد البولز وده ثابت. اي نمبر اوف بارل باسز وده ثابت. زائد اللي هو نمبر اوف كوندكتورز وده ثابت. اذا الباك اي ام اف بتتسمى حاجتين، مع الفلكس بتاعت الماشين والسرعه بتاعتك، فاهم كده؟ فانت لو ايه، لو انت عايز ترسم الكيرف عند كذا سرعه بسرعات مختلفه، هتلاقي ان كل ما تزود السرعه مع ثبات الفاي ات كونستانت فاي، طبعا كونستانت فاي يعني اي اف كونستانت، طالما الفاي ثابته يبقى اي اف هيبقى ثابت. فلو انت بترسم الكيرف بتاعك علاقه بين الاي وبين الاي اف المفروض كده يخش في الساتوريشن. لو انت قللت السرعه عند نفس الاي اف، وليكن اي اف في القيمه دي عند نفس الاي اف وقللت السرعه، ده ان سرعه ان واحد، يبقى الكيرف ده هينزل تحت شويه كده عند سرعه ان 2، او قللت السرعه اكتر هينزل تحت شويه عند سرعه ان 3. طبعا ان 1 اكبر من ان 2 اكبر من ان 3، كل ما نقلل السرعه كل ما الكيرف هينزل تحت شويه عند نفس الاي، عند نفس الفلكس او عند نفس الاي اف. ده ليه؟ لان الاي بتتناسب مع الفاي في السرعه. ماشي، ده سؤال مهم برضه، ايه اللي بيحصل للكيرف مع تغيير السرعه؟ سؤال مهم تاني، يبقى احنا قلنا تغيير ازاي اللي بيحصل كده مع تغيير السرعه، وقلنا الكلمه ليه ما بين المساحه دي موجوده او ليه ما بيرجعش على نفس المساحه ده نتيجه الهاي ستريسز لوسز. في سؤال تاني، ليه اصلا طبيعه الكيرف بالشكل ده؟ ليه الكيرف بيمشي لينير وبعد كده بيقل شويه وبعد كده بيخش في الساتوريشن؟ ليه الكيرف بيبقى بالشكل ده؟ الاجابه هتقول له نتيجه الحاجه اسمها البي اتش كيرف. بي اتش كيرف ايه هو البي اتش كيرف ده؟ اي قطعه معدنيه، اي ايرن او اي حاجه معدنيه، لو انا حطيت عليها ملف والملف ده بدخل له جهد في والمفروض يمشي فيه تيار، هيعمل لي هنا فلكس فيض فلكس، مش كده؟ ده في علاقه بين الفلكس اللي بيتولد في الماشين وبين التيار اللي انا مدخله للماشين. التيار مقابل ليه حاجه اسمها الاتش. اتش دي اسمها الفيلد انتنسيتي، شده المجال المغناطيسي. الفاي ده مقابل ليه الجهد، او البي اللي هي الفلكس دينستي. فلكس دينستي دي بنسميها البي اتش كيرف. البي اتش كيرف لاي حاجه معدنيه، كل ما بتزود في التيار اللي داخل هنا كل ما الفلكس اللي في الماشين تبدا تزيد لينير. زودت اكتر بيبدا اللينير ده يخش في مرحله الكيرف، يعني مقدار الزياده في الفلكس بيزيد لان الماده او المعدن بيبدا يتشبع بالفلكس، فما فيش مساحه تانية جوه الحديد ان هو يحط فيها فلكس، فبتبدا مقدار الزياده بتقل. ساتوريشن بقى لا، هو كده الماشين اتشبعت خالص وبدات مهما انت تديها تيار مهما تفضل الفلكس ثابته، فاستحاله استحاله تاخد فلكس تاني. فالكيرف ده بيبقى نتيجه حاجه اسمها البي اتش كيرف لاي حاجه اير، مش كده؟ ليه التجربه التانيه، عشان الرابعه دي نقول التست برضو على جنريتور، فعشان نربط ما بينها وبين التجربه التانيه. التجربه الرابعه نقول تيست اوف دي سي شنط، بقى شنط جنريتور. هنا بقى ممكن يحصل فيلر للبيلد اب، ممكن يحصل فيلر للبيلد اب، وهنشوف امتى يحصل فيلر او الماده الماشين بتاعتي ما تشتغلش وما تدينيش جهد. طالما دي سي شنط يبقى انا عندي الارميتشر اهو، الدايره بتاعتي الارميتشر، هيتوصل شنط يعني توازي مع ملفات الفيلد، يبقى ده ملفات الفيلد وده ملفات الارميتشر، هنوصلهم توازي. بعد كده نو لود، يبقى النقطتين دول طبعا هنا موجب سالب للباك ام اف لاي نوت، وهنا المفروض ان الطرفين دول لو طبعا هو جنريتور المفروض يروح على حمل كهربي، بس انا بعمل نو لود يبقى اسيبهم اوبن سيركت زي ما هم، تمام؟ والمفروض ان الشافت بتاعت الماشين هبدا ادخلها هنا حركه، لان ده هيشتغل جنريتور، فهستخدم برايم موفر، هنستخدم برايم موفر هيديني حركه ويديني سرعة، أي سرعة معينة إن، تمام كده؟ برضو نقول التست، يبقى أنا برضو عايز أرسم الهدف من التجربة برضو زي التجربة التانية، إن أنا أرسم الماجنتايزنج كيرف بتاع الدي سي شنط جنريتور ويز فاريبل ار اف. هقول ليه بقى إحنا هنبدأ نغير الار اف دي؟ طبعا دي الار اف اللي هي الأصلية، مقاومة أو الفيلد الأصلي اللي هو موجود أصلا في الماشين بتاعتي. بنحط مع المقاومه دي مقاومه متغيره هنا
احط كده مقاومه متغيره، احط انا عندي مقاومه متغيره، استنى دي بقى خالص اكنها مش موجوده، دي مقاومه خارجيه ار اكسترنال فاريبل، وهقول هنحط المقاومه دي ليه دلوقتي. احط هنا مقاومه متغيره، وهستخدم برضو فولتميتر يقيس الجهد اللي خارج على الماشين بتاعتي، انا عايز برضو اقيس الاي نوت او الجهد اللي خارج، وهنحط برضو هنا اميتر يقيس الاي اف اللي ماشي، اي اف اللي ماشي هنا كده. طبعا ده مش سيبريت لي بقى الفيلد كارنت، الفيلد هنا ما اقدرش انا استخدم دي سي سبلاي، يبقى احنا هنا مش هنستخدم دي سي سبلاي، الفاريبل دي سي سبلاي ده لا هو مش هنستخدمه، او احنا ممكن نستخدمه عشان ادور بيه البرايم موفر، انما مش هستخدمه مع الماشين الاصليه. ليه؟ لان الفيلد كارنت الفيلد كويل هنا هيتغذى من سيبر يعني من الماشين نفسها، مش سيبر نفسها. يوري ايه يا ابني؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ ما تظهرش انت الاول في الامتحانات. التجربه برضه ان انا ارسم الماجنتايزنج كيرف مع تغيير المقاومه بتاعه الفيلد، مش كده؟ سيبنا مش مشكله النود لوسز دي، احنا اصلا مش هنحسبها اصلا، فمش مشكله. المعدات برضو جاليه بوليسي سبلاي، هستخدم 1 فولتميتر 1 اميتر، وهنستخدم تاكو عشان اغير السرعه او عشان اقيس السرعه بتاعتي. طيب نفس التجربه اللي فاتت برضو، هدور البراين موفر عند اي سرعه، تمام كده، وابدا اقيس تيار الاي اف مع الجهد في نوت. بس المشكله هنا، الصعوبه هنا بقى، الصعوبه هنا ان التجربه اللي فاتت الفيلد متوصل بالدي سي سبلاي، فممكن انا اغير الدي سي سبلاي براحتي، اغير الاي اف براحتي، انما هنا لا، ده الفيلد متوصل توازي مع الارمتشر. فعشان انا اقدر اتحكم في التيار اي اف ده واقدر اقلله او ازوله، بحط انا بقى من عندي مقاومه متغيره ار اكسترنال مع ار اف. طيب لو الار دي مش موجوده خالص بصفر يعني، هيمشي تيار اللي هو التيار العادي اللي هو ماشي نتيجه المقاومه بتاعت الفيلد. يبقى لو الار دي بصفر هيمشي تيار اللي هو تيار الريفت اللي هو العادي. كل ما هزود المقاومه اللي هنا، هبدا لو انا دخلت مقاومه ار اكسترنال، كل ما ازودها تمام، هنلاقي ان التيار ده هيقل، لان المقاومه الكليه هتزيد. طيب قبل ما نشوف التجربه تشتغل ازاي، لازم نشوف الاول ازاي بيحصل بيلد اب للدي سي شنت جنريتور. ازاي بيحصل بيلد اب؟ ادي الكيرف بتاع الماجنتايزنج اللي احنا المفروض نرسمه، اي نوت مع اي اف. المفروض ان الكيرف بيبقى شكله كده في ساتوريشن. عشان يحصل بيلد اب بنعمل احنا خط كده، الخط ده بيعبر عن المقاومه بتاعت الفيلد. ار بتاعت الفيلد دي عباره عن الاي على الاي، من المعادله دي ار اف يساوي الاي الجهد اللي هنا على التيار. عشان كده عملتها علاقه لينير، ادي الاي اهي وادي الاي من قانون اوم، يبقى يطلع المقاومه عباره عن لينير. دي كده اسمها الاوبريتنج بوينت، دي الاوبريتنج بوينت، نقطة التشغيل بتاعتي. عشان يحصل بيلد اب لازم الكيرف اللي هو الكاركترستيك ايكويشن ده اسمه الاوبن سيركت كاركترستيك، اوبن سيركت كاركترستيك، او اسمه الماجنتايزيشن كيرف اللي احنا المفروض نطلعه. المفروض يبقى فينا هنا في شوية ريزيدوال، ما ينفعش يبدأ من الصفر، لازم يكون في هنا اي ريزيدوال. يبقى ده شرط اساسي عشان يحصل بيلد اب، ده شرط. يبقى اول حاجه ممكن ما تخليش ان يحصل بيلد اب في الماشين، ان ما يكونش فيها اي ريزيدوال، او ما يكونش فيها ريزيدوال فلكس، لا لازم يكون فيها شويه ريزيدوال. الريزيدوال دي بتعمل ايه؟ الريزيدوال دي همشي كده هيديني تيار، شويه تيار اي اف صغيرين، التيار ده هيطلع لفوق هيتزود الجهد اللي خارج شويه من الماشين، الجهد ده هيروح مع الفيلد هيديني تيار شويه اكتر، همشي افق كده هيديني تيار شويه اكتر. التيار ده هيطلع فوق هيديني اي شويه اكبر، يمشي افقي هيديني تيار اكبر، وهكذا راسي. فبياخد شويه وقت على ما يبدا يحصل بيلد اب، شويه يمشي افقي يديني تيار اكبر، يمشي راسي يديني جهد اكبر، وهكذا كده لحد ما اوصل بالاخر لمين؟ للاوبريتنج بوينت بتاعتي. دي طبعا بتاخد وقت ترانزيانت شويه لحد ما بس وقت صغير جدا لحد ما يحصل بيلد اب. يبقى اول شرط لازم يكون في ريزيدوال. ليه؟ لان لو ما فيش ريزيدوال صفر، فانا استحاله اتحرك من النقطه دي، مش هيعرف يتحرك من النقطه دي، لازم يكون في اي ريزيدوال. دي الاوبريتنج بوينت اللي احنا شغالين عليها. التجربه بتشتغل ازاي بقى؟ انا اول حاجه خالص انا عايز ارسم الكيرف ده، عشان ارسم الكيرف ده عايز شويه نقط، عايز شويه نقط واوصلهم مع بعض.
الكيرف ده كان بيترسم في التجربه اللي فاتت عالي جدا من غير ما ابص على الخط ده. ليه؟ لان انا كنت انا اللي بغير في الاي اف براحتي. طب هنا انا هعمل ايه بقى؟ لو انا مش حاطط المقاومه دي خالص بصفر، يبقى ده الخط ده، الخط ده اللي هو الار اف نوت او الار اف بتاعت الماشين نفسها، تمام؟ ار اف بتاعت الماشين نفسها. طيب لو انا بدات ادخل مقاومه هنا بقيمه معينه، لو دخلت مقاومه هنا الاي اف هيقل شويه، او بمعنى تاني الميل بتاع الميل بيزيد، المقاومه عشان تزيد يبقى الميل بتاع المقاومه هيزيد، يبقى هيبقى عامل كده، ده الميل الجديد، هيبقى الميل كده، يبقى الميل ده هسميه ار اف نوت اللي هي المقاومه الاصليه بتاعت الفيلد زائد ار اكسترنال 1. لما الميل يزيد اكيد الاي اف دي الاوبريتنج بوينت الجديده هيديني اي اف جديده، هتقل شويه طبعا او هتقل من هنا برضو لان المقاومه زادت هتقل شويه، وهيديني جهد اقل شويه، يعني هلاقي الفولتميتر ده قيمته هتقل شويه. لو حطيت ار اكسترنال ثانيه الميل هيزيد، هيبقى في ويتنج بوينت جديده، هلاقي ان الفولتميتر هيقرا جهد اقل شويه والاميتر هيقرا تيار اقل شويه لان المقاومه زادت، وهكذا ابدا ازود واخد نقطه ثانيه وازود واخد نقطه ثالثه خمسه كده نقطه كمان اهي، واوصل النقط دي ببعض هيديني الكاركترستيك ايكويشن او الماجنتيزيشن كده. طيب نبدا هنا بقى في اسئله دلوقتي. امتى امتى ما زودش؟ يعني في حاجه اسمها الار كريتيكال ار سي اللي هي الكريتيكال فيلد او كريتيكال شانت ريزيستنس. هنلاحظ ايه بقى؟ هنلاحظ ان انا كل اما بزود المقاومه اللي هي مع الفيلد كل ما التقاطع هيتشفت شمال لحد ما اوصل لقيمه معينه اللي هي اما تكون الميل بتاع المقاومه مماس ممثل الكيرف. لما تكون الميل ممثل الكيرف دي بنسميها المقاومه، في الحاله دي بنسميها الار كريتيكال، بحيث لو المقاومه بتاعت لو انا زودت اكتر عن الار كريتيكال، لو انا زودت عن الار كريتيكال هيبقى مفيش تقاطع اصلا، هيبقى مفيش تقاطع، وبالتالي لو مفيش تقاطع يبقى نو بيلد اب، يبقى الشرط يبقى الحاجه الثانيه اللي ما بتعمليش بيلد اب اللي بتخلي البيلد اب يفشل ان المقاومه انا احطها هنا هتزيد اكتر عن الار كريتيكال، او مجموع الاثنين مع بعض هيزيد عن الار كريتيكال، لو زادت عن الار كريتيكال يبقى لا هيمشي مش هيقطع الكيرف وبالتالي مش هيحصل بيلد اب، مش هيحصل بيلد اب. السبب الثالث بقى اللي ما يحصلش بيلد اب، لو انا مخلي المقاومه اقل من اركتيكال هنا كده، لو انا مخلي المقاومه هنا اقل من اركتيكال، احنا قلنا من التجربه اللي فاتت ان الكيرف ده ممكن يقل لتحت كل ما السرعه هتقل، ماشي؟ لو انا مثبت الار هنا الار دي انا ممكن اقلل السرعه، لو انا قللت السرعه الكيرف ده هيجي كده لسه في تقاطع، لو قللتها اكتر شو هنا هنا وين يعني لو انا قللت السرعه بحيث ان لو انا قعدت اقلل السرعه لنفس المقاومه بحيث ان الكيرف يبقى مماس المقاومه دي، الكيرف يبقى مماس ليها، انا بقلل الكيرف بقى عند سرعه معينه بنسميها ان كريتيكال. يبقى مين هي الان كريتيكال؟ دي السرعه، دي السرعه اللي عندها الكيرف، الكيرف بيبقى مماس للمقاومه بتاعت الفيلد. يبقى الان كريتيكال هي السرعه بتاعت البرايم موفر اللي عندها الكيرف بيبقى مماس للخط بتاع المقاومه. لو قللت عنها، لو قللت عنها الكيرف هينزل اكتر وبالتالي مش هيبقى في تقاطع. يبقى لو السرعه بتاعت البرايم موفر قلت عن الان كريتيكال هيبقى نو بيلد اب. يبقى ده السبب الثاني. يبقى انا عندي ثلاث اسباب دلوقتي اللي ممكن يحصل البيلد اب فيلر للبيلد اب. اول حاجه ان مفيش ريزيدوال، ثاني حاجه ان المقاومه بتاعت الفيلد اكبر من ار كريتيكال، ثالث حاجه ان الان تبقى اقل من ان كريتيكال، ماشي كده؟ لو انا لما نيجي نوصل بقى، لما تيجي توصل هنرجع للرسم اللي في الاول دي. طيب بالنسبه للسبلاي انت اول حاجه هتوصل، هتوصل الارميتشر الطرفين دول توازي مع الشنط، توصل السلكه، هتجيب سلكه من هنا لهنا وسلكه من هنا لهنا، دي اول حاجه. بعد كده التوصيل ده عشان يبقى شنط، عشان يبقى شنط زي هنا كده، هتوصل سلكه من هنا، او معلش قبل حاجه، قبل ما توصل سلكه هنلاحظ ان هنا في ار اكسترنال، المفروض في مقاومه هنا المفروض تبقى توالي مع الفيل، فانت المفروض يبقى عندك مقاومه هنا، المقاومه اللي هي كانت كبيره دي،
اللي هي البيضه دي كانت في المعمل ليها طرفين. انت اول حاجه هتوصل هتيجي على الشنط توصل السلك توصل دي توالي مع دي هتوصل سلكه من هنا لهنا كده سلكه كده يبقى انت عندك دي البدايه اهي دي البدايه ودي النهايه بقى بقت مقاومه واحده عشان بس انا عايز اغير المقاومه اللي هنا طبعا دي متغيره فدي اعملها الاول وصل سلكه من هنا لهنا بعد كده ادي البدايه ودي النهايه بقى بتاعت الاثنين مع بعض هتاخد دي توصلها توازي مع دي وهتاخد دي توصلها توازي مع دي تمام ده اللي هو الجهاز المربع اللي في المعمل ده اللي هو كان المقاومه اللي هي كان فيه ثلاث مقاومات كده خد اي مقاومه منهم متغيره وكان هنا في مؤشر تمام توالي مع دي والاثنين توازي مع توازي مع الارمتشر زي ما انا عملت كده بعد كده المفروض ان البرايم موفر انت موصل هنا في شافت وفي برايم موفر هيشغله مش مشكله البرايم موفر مش موضوعنا اهم حاجه انا شغال على دي هاجي بقى ايه احط فولتميتر يبقى انا هجيب فولتميتر كده وهوصله توازي مع دول توازي مع الارمتشر توازي هنا مع هنا كده وهنا ادي الفولتميتر وهجيب اميتر اميتر وهجيب سلكه واحده واروح اشوف انا عايز اقطع فين انا عايز اقيس الطريق اللي ماشي هنا وهو نفسه اللي ماشي هنا فاقطع هنا ماشي اقطع هنا ماشي اقطع هنا ماشي اقطع هنا ماشي لان كده كده دي كلها طيار واحد فلو قطعت هنا مثلا اقطع من هنا هتروح على الكومن وارجع بالواسطه دي من الامبير ارجع لنفس النقطه بتاعتك يبقى انت كده هتقيس الطيار ماشي كده ادي التوصيل ودي الدايره اللي انت هتكتبها والمعدات معاك وده الكيرف والاسئله اللي احنا قلناها عن الكيرف بتاعك ماشي كده اسباب الفيلر في البيلد اب خلاص ده بالنسبه للتجربه تجربه ثلاثه هي زي تجربه خمسه نفس التجربه تجربه ثلاثه لود تيست دي سي جنريتور بس متوصل سيبريتلي تجربه خمسه لود تيست دي سي جنريتور متوصل شنط عشان نقارن ما بينهم بالنسبه للتجربه دي ايه السيركت بتاعه الكهرباء شوفي هنا التجربه دي هنوصل ازاي برضو نفس الرسمه بالظبط الارميتشر ادي الارميتشر اهو والفيلد لوحده لانه سباك وده برايم موفر وهبدا انا اديله حركه برايم موفر هنا بقى نبدا نحط لود بقى طبعا طالما ده جنريتور يبقى الحمل بتاعي هيبقى حمل الكتريكال مقاومه متغيره ار لود متغيره ار امشن الفيلد هتوصله عادي جدا بدي سي سبلاي متغير ده الفيلد وننساه بقى ملوش لازمه انا شغلي كله هنا يبقى الفيلد هيتوصل بيه من المصدر بتاعنا ده الفيلد هيمشيه تيار اي اف وننساه خالص اللود تيست الهدف منه بقى الهدف منه ايه؟ الهدف اول حاجه فاريشن اوف لود فولتج ويز لود كارنت عشان ترسم الجهد بيحصل له ايه الجهد الخارجي هنا بيحصل بيتغير ازاي مع التحميل برضو تشوف الكفاءه اي حاجه فيها لود تيست بنشوف الكفاءه لازم نشوف الكفاءه برضو مع التحميل كمان بنشوف الريجوليشن اللي هو مقدار الانخفاض في الجهد نتيجه التحميل اخر حاجه دي هقولها في الاخر بس خليها بس في الثلاثه اللي في الاول دول يبقى انا بنشوف الاكسترنال كاركترستيك اللي هو العلاقه بين الجهد مع التحميل بنشوف الافشنسي مع التحميل والريجوليشن مع التحميل طالما انا عايز اشوف الجهد مع التحميل يبقى هجيب فولتميتر واقيس الجهد اللي هنا اللي خارج من الجنريتور اللي هو نتيجه اللي خارج على الارمتشر تمام مع التحميل يبقى هجيب اميتر ماليش دعوه بالفيلد بقى هجيب اميتر هنا يقيس التيار اللي رايح للود يبقى انا هستخدم اميتر وفولتميتر طيب هبدا اعمل ايه اول حاجه خلي اللود مش موجود خليه اوبن سيركت خليه اوبن سيركت ازاي المقاومه البيضه اللي كانت موجوده دي بنخليها على ملا نهايه خليها على ملا نهايه معنى ملا نهايه يبقى اوبن سيركت كانه مش موجود كاني بعمل التجربه اللي فاتت اللي هي النول بالظبط وهبدا اشغل البرايم موفر عند اي سرعه ده غالبا هيكون الموتور الازرق صح ايه هو البريم موفر الازرق او دي سي ماشين ممكن دي سي موتور عادي او الازرق اللي هو كان الاندكشن موتور اللي احنا كنا بنوصله 111 ده تمام ماشي هبدا اشغل برايم موفر اديله حركه وطبعا انا هدخل تيار اي اف هنا
مش كده؟ هيبدا لحد ما يحصل ان ده ياخد جهد او الماشين تبدا يحصل لها بيلد اب. طبعا هنا مفيش فيلر، استحاله يحصل فيلر لان السيبريتلي لحد مثلا ما يقرا 200 فولت. انا بقيس حاجتين، بقيس الاي ارميتشر او الاي لود مع الفي تيرمينال اللي هو الجهد اللي خارج بالعمل. طبعا عند اول خانه عندي مفيش، المفروض مفيش تيار يمشي لان ده اوبن سيركت، والجهد يبقى حوالي 200 فولت اللي هو الجهد الايه النو لود. مع التحميل هبدا انا ازود المقاومه سنه سنه عن طريق ايه المؤشر اللي كان مع المقاومه ده، سنه سنه هبدا ازود المقاومه او ازود الحمل. كل ما هزود الحمل بقى هلاقي ان التيار ده بدا يقرا والجهد ده بيقل شويه، يبقى مثلا 196 بزود بيقل شويه لان الجهد بيقل، لازم الجهد يقل. تمام. طيب ونروح رسمين كيرف ما بين الفي تيرمينال والتيار بتاع اللود. ده الخط الداش، ده خط الداش ده بيمثل لي قيمه الاي نوت اللي هي النو لود فولتج اللي هي 200 فولت مع النو لود. لو انا بدات من هنا عند التيار بصفر هيبقى الجهد 200، كل ما هزود التحميل كل ما الكيرف هيقل شويه، هيبقى بالشكل ده. لو سالت ليه الكيرف ده بالشكل ده بيقل مع التحميل، هتقول له هنا بالنسبه للسبريتلي بيقل نتيجه حاجتين. اول حاجه بيقل نتيجتها حاجه اسمها الارميتشر رياكشن، الارميتشر رياكشن. تاني حاجه الفولتج دروب اللي على المقاومه بتاعه الارميتشر، اي اي في الار اي اللي هو هنا. طيب لما يمشي هنا اي اي هيعمل لي هنا موجب سالب، اي اي في الار اي في فولتج دروب هيحصل هنا فضل في الجهد. يبقى بالنسبه للستابيليتي بيقل نتيجه الارميتشر رياكشن وبيقل نتيجه الفولتج دروب اللي هو الاي اي في الار اي. لو اتسالت ايه هو الارميتشر رياكشن، هتقول طالما الارميتشر ده هيمشي فيه تيار، طالما الارميتشر هيمشي هيبدا يمشي فيه تيار، التيار ده هيعمل لي فلكس جوه الارميتشر، هيعمل لي فلكس جوه الارميتشر. الفلكس ده لو انا حللته بيتحلل لمحصل حاجه اسمها الدي ماجنتايزيشن وحاجه اسمها الكروس ماجنتايزيشن. الدي ماجنتايزيشن بيعمل لي اضعاف للمجال الاصلي بتاع الفيلد. لما يعمل اضعاف للمجال الاصلي بتاع الفيلد المجال الكلي هيقل وبالتالي الجهد هيقل. الكروس ماجنتايزيشن ده بيعمل لي شراره عند البراشز، ده بيعمل لي شراره عند البرش. يبقى تاثير ايه هو الارميتشر اكشن؟ ده الانخفاض في الجهد، دي ماجنتايزيشن للفلكس نتيجه مرور تيار في الارميتشر، مش كده؟ طيب سمعت يا باشمهندس، هو باشمهندس احمد مصر ما عندناش النهارده؟ جه النهارده. جه عليكم السلام. ازيك يا باشمهندس؟ السلام عليكم. بالنسبه مش كان في سكشن جراد النهارده؟ ما جيتش لان هي مساله واحده بس في الهارمونكس. انت شرحت يوم السبت اكسترنال كاركترستيك، العلاقه بين الجهد اللي خارج مع التحميل. طيب عشان ترسم الافشنسي فالمفروض ان انت تحسب الباور الاوتبوت اللي خارجه والباور الانبوت اللي داخله الماشين بتاعتك. بالنسبه للباور اوتبوت دي شغاله جنريتور، يبقى الباور اوتبوت دي عباره عن الجهد اللي هتاخد الجهد بتاع الفولتميتر في تيرمينال في التيار بتاع اللود، يعني قرايه الفولتميتر في قرايه الاميتر تضربهم في بعض يديك ايه؟ يديك الباور الاول. بالنسبه للباور الانبوت انت ده البرايم موفر ده اصلا هيبقى عباره عن دي سي موتور، هيبقى عباره عن دي سي موتور. فالدي سي موتور انت المفروض تكون مدخل له جهد عن طريق المصدر موجب سالب، فانت هتدخل له في موتور وهيسحب تيار اي موتور، تمام كده؟ فالمفروض ان انت تقيس التيار لداخل الموتور وتقيس الجهد اللي برضه لداخل الموتور من هنا، يبقى انت عندك في موتور واي موتور تضربهم في بعض هيديك القدره اللي داخله للموتور. هو المفروض اللي يحصل الطبيعي اللي يحصل ان انت تحسب الباور الميكانيكال اللي داخل الجنريتور، المفروض تحسب له الباور ميكانيكال. اي باور ميكانيكال داخله عباره عن عزم في سرعه. صح. عليكم السلام. مش هنا، مش هنا خالص؟ لا. المفروض ان انت تحسب عزم وسرعه وتضربهم في بعض. يا باشا بس مفيش وسيله. سبعين ولا سبعين اسبوع جامد. اكيد كل يوم كل ايام. عندهم امتحانات بقى. ماشي خلينا. فانت هتحسب الفي موتور تضربه في الاي موتور، ده الباور اللي داخله للموتور اللي هي اصلا رايحه للجنريتور، تقسمهم على بعض يديك الكفاءه في كل مره. كل ما تزود الحمل تعمل الكلام ده. وبتروح رسم كيرف ما بين الكفاءه، ده الكيرف الثاني مع التحميل. اي كيرف كذا بيزيد شويه وبعد كده ايه لازم يبقى بالشكل ده. خلاص ده كيرف الكفاءه بتاعي. طيب ايه ثاني؟ الريجوليشن. لما تيجي بقى تحسب الريجوليشن مع التحميل، الريجوليشن اللي هي مقدار الانخفاض في الجهد مع التحميل اللود،
او الاي نود بيبقى حاجه لينير بالشكل ده. كل ما بيزود في التحميل طبعا هي ريجوليشن عباره عن الفي نو لود ناقص الفي مع اللود على الفي نو لود. كل ما هزود في التحميل طبعا الجهد بيقل. طبعا دي ثابتة عند 200 فطالما دي هتقل يبقى البسط هيزيد. يبقى مش هنا بقى الفي تي بتقل الريجوليشن بتزيد مع التحميل. مقدار الانخفاض بيزيد مع التحميل. تمام كده؟ طيب قبل ما نخش في التجربة الخامسة في هنا حاجة بيقول لك variation of field current with load current at constant load voltage. يعني ايه الكلام ده بقى؟ احنا دلوقتي الجهد قل مع التحميل. طب دي حاجه وحشه. احنا عشان نرجعه تاني للجهد يبقى 200 انا عايز ارجع الجهد ات كونستانت لود تورك. عايزين نثبت الجهد. عشان نثبت الجهد احنا قلنا من اللي فات ان الاي التجربه اللي فاتت ان الاي بتتناسب مع الفاي في السرعه. انت هتثبت السرعه. تمام. مثبت السرعه. فانت عشان تزود ترجع الجهد يزيد تاني فالحل ان انت تزود الايه الفاي. عشان تزود الفاي يعني هتزود الاي اف هتزود الفيلد كارنت. فاحنا بنعمل تجربة تانية حاجة تانية بقى. بنعمل ايه؟ هنعمل نفس التجربة زي ما هي. نفس التجربة زي ما هي. وهدخل نفس السرعة. بس الفيلد هنا بقى الاي اف ده هخلي المصدر ده فاريبل. اقدر انا اغير في الاي اف ده. طب انا هعمل ايه؟ انا هعيني عند الفولتميتر عند جهد معين. عايز اثبت الفولتميتر ده عند جهد معين. طب انا هعمل ايه بقى؟ بص يا سيدي. انا نولود هخلي بتاع برضه نولود واشغل البرايم موفر هيديني جهد 200 خلاص كده وازود التحميل شويه وليكن انا عايز اثبت الجهد عند 200 مثلا عايز اثبت الجهد عند 200 طب انا هعمل ايه؟ هزود التحميل هلاقي ان الجهد قل شويه بقى 196 عشان ارجعه تاني 200 اغير في البكره اللي هنا ازود الاي اف شويه. التجربه اللي فاتت ما كنتش بلعب في الاي اف خالص كنت مثبت هنا لا بقى انا هنا هزود اعمل علاقه بين الدين الاي اف مع التحميل اي اي اد كونستانت ايه عند كونستانت في. بص يا سيدي هزود التحميل شويه هلاقي ان التيار قرا الاي اللي هو التيار بتاع اللود قرا التيار ده اي لود والجهد قل بقى 196 اروح انا اعمل ايه؟ ازود البكره دي شويه ازود الاي اف شويه واحط هنا اميتر يقيس لي ايه؟ يقيس لي الاي اف واشوف الاي اف بكام. طيب ازود التحميل شويه هلاقي ان الاي اي زاد شويه بس الجهد هلاقيه قل تاني. ارجعه تاني ل 200 ازاي؟ ازود كمان شويه في الاي اف طيب وهكذا ازود التحميل هلاقي ان الجهد قل فعشان ازوده ازوده ل 200 الفولتميتر عيني على الفولتميتر اقعد ازود في البكره بتاعت الاي اف وهكذا. وبنرسم علاقه بقى ما بين اللي دي ما حدش عملها خالص في الدفعه بنرسم علاقه ما بين الاي اف او الاي جنريتور او الاي لود مع الاي اف بتبقى علاقه تقريبا لينير بشكل كل ما التحميل بيزيد هزود في البكره شويه او هزود في الاي اف شويه عشان افضل مثبت الجهد عند ال 200 يبقى ده الحل ان انا الاشي العيب بتاع الريجوليشن. تمام. تجربه خمسه هي نفس التجربه نفس التجربه ثلاثه بس لود تيست مع دي سي شنط جنريتور هتبقى نفس الرسمه بالظبط بس الفيلد هتعمله شنط مع الارمتشر الفيلد هيبقى شنط مع الارمتشر وبرده عندك هنا لود متغير وهتحط هنا اميتر يقيس الاي بتاع اللود وهتحط هنا بوتاميتر يقيس لك الجهد اللي على اللود وده الفيلد بس انت موصله شنط. تمام مفيهاش مشكله وطبعا في برايم موفر برده وهيحرك لك البرايم موفر ده هيبقى دي سي موتور وبياخد جهد في موتور ويقيس التيار اي موتور نفس الفكره ونفس المطلوب نفس الاهداف variation of load voltage with load current variation of efficiency variation of regulation نفس الكيرف بس لما نيجي بقى ناخد الكيرف لما نيجي نرسم برضه هعمل نفس الجدول ده بس هنلاحظ ايه بقى لما نيجي نرسم الكيرف بتاع الفي تي مع اللود الكيرف بتاع الفي تي مع اللود هنا هيبقى اقل شويه هيبقى تحت الكيرف ده يعني مقدار الانخفاض في الشنط بيبقى اكتر من انخفاض ده سؤال مهم مقدار الانخفاض في الشنط بيبقى اكبر من مقدار الانخفاض في السباريتي ليه بقى الاجابه هتقول له نتيجه الانخفاض في الشنط بيبقى نتيجه ثلاث حاجات اول حاجه الارمتشر رياكشن برضه ثاني حاجه الفولتج دروب اللي في المقاومه ار اي اللي هو اي اي في الار اي ثالث حاجه اسمها الريدكشن
ريدكشن ان فيلد كارنت. دي الجديده بقى، دي الزياده. ليه بقى؟ لان الفيلد كارنت الاي اف اللي هنا الفيلد متوصل توازي مع الارميتشر، فلما الارميتشر الجهد عليه يقل هينعكس على الفيلد لانه متوصل توازي معاه. يعني لما ده يقل شويه اكيد التيار اللي ماشي هنا هيقل، ولما الاي اف يقل يعني الفلكس هيقل، الاي نوت هتقل. الكلام ده ما كانش بيحصل هنا ليه؟ لان ده سيبريتلي، ده لوحده وده لوحده، فمقدار الانخفاض في الجهد هنا ما كانش بيأثر، ما كانش بيأثر على الفيلد. اذا الكيرف بتاع ده هيبقى تحت الكيرف ده. تمام. الكفاءه زي ما هي وبرده الريجوليشن زي ما هي. ماشي. ده بالنسبه للتجربه الخامسه. برضو احنا ما زلنا في الدي سي جنريتور، برضو بعمل لود تيست دي سي جنريتور بس كومباوند بقى. كومباوند جنريتور ايه بقى؟ موضوع كومباوند، كومباوند بندخل ملفات السيريز معانا في الموضوع، ملفات السيريز مع ملفات الشنط. تمام. الكومباوند في منه حاجتين، في منه كوميوليتيف كومباوند وفي منه ديفرنشال كومباوند. كوميوليتيف بنلاقي ان الفلكس بتاعه السيريز بتساعد الفلكس بتاعه الشنط، الاثنين بيحصل لهم اديتيف مجموع. في الديفرنشال الفلكس بتاعه السيريز بتعاكس الفلكس بتاعه الشنط، يعني الفاي توتال هتبقى فاي شنط ناقص الفاي سيريز. كتوصيل ككونكشن بتوصله ازاي؟ ادي ملفات الارميتشر، ادي ملفات الارميتشر ودي مقاومه الارميتشر ار ايه. بتوصل معاها ملفات السيريز الارميتشر، بتوصل معاها ملفات السيريز كده السيريز، والاثنين توازي مع الشنط كده. ده الشنط مش كده؟ يبقى دلوقتي السيريز بتوصله توالي مع الارميتشر، والاثنين بتوصلهم توازي مع الشنط، وتاخد الخارج، وتاخد الخارج عادي جدا اهو من هنا كده مع حمل متغير، لود مقاومه متغيره نفس اللي احنا قلناه قبل كده، بس حطيت سيريز بس زياده مع الارميتشر. تمام كده؟ تمام. وفي برايم موفر برضو، هنا في برايم موفر بيديني سرعه معينه، ده دي سي موتور داخل له هنا في موتور واي ده ماشي في اي موتور. الهدف بتاع اللود تيست برضو ان انا اشوف الفاريشن بتاع اللود فولتج مع اللود كارنت في حالتين، في حاله الكوميوليتيف كومباوند وفي حاله الديفرنشال كومباوند. هنا مش بنعمل الكفاءه ولا الكلام ده، احنا بس عايزين نشوف الاكسترنال كاركترستيك في حاله الكوميوليتيف وفي حاله الديفرنشال. طيب انا متوقع ان في الكوميوليتيف الكيرف بتاع الاكسترنال هيبقى اعلى من الكيرف بتاع الديفرنشال. ليه؟ لان في الكوميوليتيف الفاي توتال بتزيد مع التحميل. مع التحميل الطيار اللي هيمشي هنا اللي هو الاي ارميتشر بيزيد، وبالتالي الطيار ده ماشي في السيريز، فالفيد بتاع السيريز بيزيد، انما الفيد بتاع الشنط لا ثابت، ما بيحصلوش حاجه، تقريبا بيبقى ثابت لانه توازي مع البوت. تمام. مع الكوميونيتيف الفاي توتال هتزيد، وبالتالي الجهد الايه؟ مقدار الانخفاض فيه بيكون اقل شويه، انما فيش ديفرنشال لا، مع التحميل الفاي بتزيد فالفاي توتال بتقل، فمقدار الانخفاض في الديفرنشال بيقل اكتر، يعني اكتر ماشين عندي بتقل فيها الجهد مع التحميل هو الديفرنشال. طيب انا ما اعرفش في كل ماشين قدامي مش عارف امتى ديفرنشال وامتى كوميونيتيف، يعني انا ما اعرفش الطرفين دول احطهم كده ولا اقلبهم، ما اعرفش مين فيهم. احنا بنعمل ايه؟ بنحطها على اي حاجه على اي وضع خلاص، وبعد كده بشغل الماشين عادي، بشغل بحط ده ما لا نهايه هنا مفيش لود، واشغل برايم موفر هيديني جهد 200 فولت، ابدا ادخل لود برده زي ما قلنا قبل كده، ويبدا مع التحميل اخد التيار الاي جنريتور مع الفي جنريتور هنا 0 200، دي اول نقطه، وبعد كده مع التحميل الجهد هيقل، الجهد هيقل مع التحميل. ما اعرفش ده تبع كوميونيتيف ولا ديفرنشال. طب ايه الحل؟ الحل ان انا اروح على نفس الرسمه افصل الكهرباء على نفس الدايره او نفس الرسمه بتاعتي، اعكس ملفات السيريز. تمام. اعكس ملفات السيريز واشغل التجربه كمان مره، يعني بدل الارميتشر مكان داخل هنا والخارج ده رايح على الشنط، لا الارميتشر هتدخله من الناحيه الثانيه وده هيوديه على الشنط، اعكس التوصيله بتاعت السيريز واشوف واشوف هيحصل ايه، واخد جدول كمان مره اي جي مع في جي، واخد برده القرايات وارسم الكيرفين، ارسم في جي مع الاي جي، طبعا ده اي نوت هيديني كيرف كده وكيرف تحته، اللي فوق هو الكوميوليتيف
واللي تحت هو الديفرنشال، يعني الديفرنشال هيبقى اقل من الكونجوجيت. ماشي كده. هو الطبيعي ان الجهد يزيد مع التحميل. يعني انت عندك في ثلاث حاجات دلوقتي، في حاجه اسمها اوفر كومباوند، وفي حاجه اسمها اندر كومباوند، في حاجه اسمها ليفل كومباوند. اوفر كومباوند ده كله الكيرفات دي بتختلف عن بعض. السبب في اختلافها عن بعض عدد التيرنز بتاعت السيريز، يعني اللي بيتحكم في الكيرفات دي ملفات السيريز. انت حاطط قد ايه ملفات سيريز؟ كل ما بتزود في التيرنز بتاعت السيريز اللفات، كل ما هيزيد الجهد اللي ناتج عنها. كل ما كيرف هيتقل من ليفل، من اندر لليفل لكومباوند. كومباوند طبعا اوفر كومباوند ده كل ما فات السيريز كبيره جدا، عدد فتاة كبيره، بحيث ان الجهد يزيد مع التحميل، مش مجرد ان ده يزيد كمان مع التحميل. الليفل كومباوند لا، هو بيزيد برضه بس اقل شويه من اوفر، وعند القيمه الريتد بيوصل للجهد الاي نوت. الاندر كومباوند لا، ده بيقل قوي بقى، بيقل مع التحميل، بيقل مع التحميل، بس هيبقى اكبر برضه من الديفرنشال. يعني الديفرنشال هيبقى تحته كده، عند الديفرنشال ده اقل حاجه خالص، اقل حاجه. كان في سؤال برضه في التجارب اللي في الاول، كان لو حصل فيلر البيلد اب بتاعه الجنريتور بتاعتك، الحل ان انت تعكس ملفات تعكس ملفات الشنط، او تعكس السرعه بتاعه الماشين، وحاجه فيهم، اما تعكس السرعه اللي داخله بتاعه البراي موفر، او تعكس ملفات الايه، ملفات الشنط. ده بالنسبه للتجربه دي سي شنط موتور. دي التجربه الثانيه. المواتير بقى، انت طبعا شنط برده، يبقى انت عندك ارميتشر وعندك فيلد، وهتوصلهم شنط مع بعض لود تيست وموتور. يبقى انت مش هتستخدم براي موفر، ده هو اللي هيديك حركه. تمام. هتدخله انت كهرباء بقى، هتدخله انت في ترمينال موجب سالب اي باك اي ام اف، وده الفيلد، والتيارات بتكون داخله طبعا للموتور. ماشي هنا اي ترمينال، هيمشي هنا اي ارميتشر، وماشي هنا اي فيلد. بالنسبه للمواتير، الهدف بقى ان انت زي ما قلنا في الجينيتو كده، بتقيس بتشوف الجهد مع التحميل. لا هنا بقى ماليش دعوه بالجهد، ده بشوف سرعه. انا يهمني في المواتير السرعه، بشوف السرعه، ومفيش براي موفر طبعا لان انا عايز حركه اصلا. طيب السرعه، احنا قلنا الباك اي ام اف دي الجهد بيتناسب مع الفاي في السرعه، يبقى السرعه تتناسب مع الباك اي ام اف على الفاي. لو انا عملت لوب هنا، لوب هنا، ودي مقاومه الارميتشر ار اي، يبقى اقدر اقول ان الاي عباره عن الجهد في تيرمينال ناقص الاي اي في الار اي، اعوض بيها هنا، يبقى الان تتناسب مع الفي تيرمينال ناقص الاي اي في الار اي على الفاي. الفي تيرمينال انا هدخل جهد ثابت للماشين الموتور، ده مش هغير فيه حاجه. الفي تيرمينال والفاي ثابته، الفاي ثابته مع التحميل التيار هيزيد، اذا مقدار البسط كله هيقل، اذا السرعه هتقل. يبقى ايه هو سبب الانخفاض في السرعه في الشنط؟ برضو الفولتج دروب. يبقى الانخفاض في الجهد هناك كان فولتج دروب، الانخفاض في السرعه هنا برضو الفولتج دروب على الارميتشر نتيجه المعادله. تمام. انا هعمل ايه بقى؟ هدخل جهد الماشين بتاعتي خلاص، ومش هحط حمل هنا طبعا. بقى هنا الحمل الميكانيكال، بدل ما تحط هنا براي موفر بتحط ميكانيكال لود. الميكانيكال لود عباره عن ايه؟ بنستخدم حاجه اسمها البريك فرملة. البريك دي بيبقى متوصل معاها حاجه اسمها البريك سبلاي. بريك سبلاي، في حاجه اسمها بريك سبلاي، ده مصدر ليه موجب وليه سالب. والبريك بيكون عنده هنا طرف موجب وطرف سالب. بجيب سلكه من الموجب اللي هنا للموجب اللي هنا، وسلكه من السالب اللي هنا للسالب اللي هنا، وهنا في بكره. فكره البريك ايه هي؟ البريك كل ما انت هتحط جهد هنا، فجوه البريك نفسه بينشا فيض. الفيض ده هيمسك في الشفط، هيكلبش في الشفط. كل ما بتزود في البريك سبلاي الجهد اللي داخل البريك، كل ما هتزود في الفلكس اللي بينشا جوه هنا، فكل ما هيكلبش اكتر على الشفط، فيمسك في الشفط اكتر، فبيمثل لي حمل ميكانيكي. لان صعب ان انا اجيب حمل ميكانيكي في المعمل، ده اسمه بريك. تمام. وكمان في سنسور، تمام. يبقى السرعه هتقل مع التحميل، السرعه هتقل مع التحميل. المفروض ان مع السنسور مع البريك برضه بيكون في سنسور، سلك كده سنسور بيروح على حاجه اسمها تورك ميتر. في شاشه كده بتعرض العزم، العزم طبعا نيوتن متر، عشان بس اقرا العزم بتاع اللود. وفي حاجه اسمها التاكو ميتر،
ده بيخرج شعاع كده بيقيس السرعه ان بتاكل بيقيس السرعه والتركي ميتر بيقيس العزل. طب انا ليه بعمل الكلام ده؟ لان الهدف من التجربه ان انا اقيس اشوف التغير الانبوت كارنت مع مع اللود كارنت. تمام كده، اشوف تغير الانبوت كارنت مع اللود كارنت. الانبوت كارنت طبعا اللي هو التيار الداخل للموتور بتاعنا، مع اللود كارنت يعني مع الحمل مع العزم. بعمل علاقه ما بين اللود اللي هو العزم تي اللي انا هشوفه هنا والتيار الاي انبوت اللي داخل الموتور بتاعنا. هنلاقي ان كل ما العزم بيزيد كل ما هزود البريك سبلاي عشان ازود الفرمله كل ما هيسحب تيار اكبر. ده منطقي جدا، ده منطقي. العزم في علاقه بتقول ان العزم بيتناسب مع الفيض في التيار. طبعا انا فيض مثبته، كل ما هزود في التيار كل ما هيزود العزم. كل ما زود العزم كل ما زود التيار. تاني حاجه variation of speed with load current، مع التحميل برضو مع اللود كارنت او مع التيار، تيار او عزم مش هتفرق. بنشوف السرعه، الخط ده بيعبر عن النو لود سبيد لما يكونش في عزم اصلا هيبقى اقصى سرعه، مع التحميل بنلاقي ان السرعه بتقل شبه الاكسترنال بتاع الجنريتور، جهد مع تيار بس ده سرعه مع عزم. فاريشن اوف افشنسي برضو الكفاءه، اي كفاءه في الدنيا بتبقى كده، كفاءه مع اللود. عشان اجيب الكفاءه يبقى عباره عن البي اوت على البي انبوت. البي اوت هنا مين بقى؟ بي اوت هنا ميكانيكال، حاجه ميكانيكيه. باخد العزم اللي احنا قراه هنا اضربه في السرعه بتاعت مين؟ بتاعت التاكو اوميجا انجولار سبيد على البي انبوت اللي هو الكهرباء اللي داخل في انبوت في الاي انبوت. يبقى الباور هي العزم في السرعه والانبوت باور هي الجهد في التيار. تمام. اللوسز، البي لوسز في الماشين عباره عن بي كفر لوسز زائد بي روتيشنال لوسز. دي حاجه ثابته ومفروض تكون معروفه، يعني دي روتيشنال لوسز ثابته في الماشين، والبي كفر دي عباره عن اي تربيع في الار. فبحط هنا اميتر يقيس لي الاي اللي ماشي هنا، واحط هنا اميتر يقيس لي الاي اف اللي ماشي هنا. يبقى انا عندي اي اي تربيع في المقاومه بتاعت الارميتشر زائد اي اف تربيع في الكفر تربيع في المقاومه بتاعت الفيلد. اجمعهم مع بعض مع البي روتيشنال هيديني البي لوسز. لما اجي ارسم البي لوسز مع اللود هتبقى علاقه بارابوليك، تقريبا بارابوليك. ليه؟ لان انا برسمها مع تيار وهنا المعادله معادله تربيعيه، يبقى اكيد هتبقى بارابوليك. دي التجربه بتاعت اللود تيست. بالنسبه للتجربه التاسعه لود تيست برضو بس دي سي كومباوند. ايه اللي هيفرق؟ كومباوند برضو بيبقى فيه تو فلوكس، في حاجه اسمها كوميوليتيف، هنا هنسميها اديتيف في الموتور. ديفرنشال في الجنريتور بنسميها ديدكتيف، طرح يعني. هنا فاي شنط زائد الفاي سيريز، هنا الفاي شنط ناقص الفاي سيريز. احنا قلنا ان السرعه بتتناسب مع الفي تيرمينال ناقص الاي اي في الار اي على الفاي. في الاديتيف الفاي بتزيد، الفاي مع التحميل هتزيد في الاديتيف فالسرعه بتقل. مع الديدكتيف عندي سرعه برضه بتتناسب مع الفي تي ناقص الاي اي في الار اي على الفاي. في الديدكتيف الفاي بيقل مع التحميل يبقى السرعه بتزيد في الديدكتيف. اهلا وسهلا. هو هل بتدي ثلاث سكشن كده؟ سكشن والله ما اعرف. شوف برضه مش فاكر ازاي. السكن باور والشنطه. هيبقى الكيرف ده فوق، ده بتاع الديدكتيف وده بتاع الاديتيف. لان السرعه بتقل مع التحميل، ده بيزيد مع التحميل. ماشي. بس ايه تاني؟ طبعا الميجر دي سهله بقى، توت ميتر ميزو. عندك ثلاث مقاومات، ثلاث مقاومات كده توازي دلتا او دلتا او ستار، وعندك هنا 3 فيز كده. عندك فيز ال 1 ال 2 ال 3. طب انت عايز تحسب الباور 3 فيز، 3 فيز باور بتستخدمها بتوت ميتر ميزو. الوات ميتر عباره عن كارنت كويل فولتج كويل. بتاخد الفازه دي كومن، بتحط هنا كارنت كويل وفولتج كويل هنا وتودي دي هنا، دي كومن. ده كده وات ميتر، وات ميتر رقم واحد. وات ميتر التاني بتحط كارنت كويل هنا، كارنت كويل هنا وفولتج كويل هنا، وتودي النقطه دي هنا برضه. ده وات ميتر التاني، كارنت كويل يا شباب، وهنا فولتج. عليكم السلام. هنا فولتج كويل، وده طبعا له 3 فيز بالانسد او انبالانسد، مش هتفرق بالانسد او انبالانسد. هتدخل كهرباء الثلاث احمال دول
طبعا دول اللي موجودين في الايه في البتاع اللي هي البيضه دي. عندك ثلاث مقاومات وصلهم دلتا او ستار. تمام ازاي بقى دلتا او ستار؟ ازاي ستار هتوصل الثلاثه دول مع بعض وتاخد الثلاثه دول دي مع ال واحد ودي مع ال اثنين ودي مع ال ثلاثه. ماشي دلتا دلتا عادي بقى دي برده هنا اهي نهايه ببدايه نهايه ببدايه نهايه ببدايه نهايه ببدايه وتاخد الثلاثه دول دي او دي او دي على ال واحد والاثنين والثلاثه. تمام ماشي هتحط مصدر خلاص وتشوف قرايه الوتميتر ده وقرايه الوتميتر ده. وكمان الهدف من التجربه تقيس الميجر 3 فيز باور ماشي كده. 1 وتميتر دي ما فيهاش مشكله انت هتروح على الفازه نفسها وتقيس الباور بتاعتها وتضرب في 3 لو بالانسد او لو ان بالانسد هتروح على الفازه تقيس الباور بتاعتها وكل فازه تقيس الباور تجمعهم مع بعض لو ان بالانسد. انا اهم حاجه بالنسبه لي 2 وتميتر ميثود. كمان برضو تقيس الباور فاكتور كمان. طب عشان تقيس الباور فاكتور بتاخد جهد لاين تو لاين تحط هنا في التميتر تقيس جهد لاين تو لاين وتحط هنا اميتر يقيس لك التيار بتاع اللاين. البي توتال عباره عن دبليو 1 زائد دبليو 2 الاثنين مع بعض. طيب مش البي توتال في الحمل الثري فيز عباره عن جذر 3 في لاين في الاي لاين في الباور فاكتور. اذا ممكن تقول ان الباور فاكتور عباره عن قرايه الوتميتر الاولاني زائد قرايه الوتميتر الثاني على جذر 3 في الفولتميتر في قرايه الفولتميتر في قرايه مين؟ في قرايه الاميتر. تقدر تحسب الباور فاكتور. طبعا ده في لاين تو لاين وده اي لاين. تمام بس دي التجربة الثالثة بس كده.